ملف منفصل حبتين. امبارح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي قام بجوله في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد لتفقد الانشاءات الجاريه هناك. تعالوا نتابع شويه من التفاصيل اللي حصلت في هذا اليوم من خلال هذا التقرير، تابعوا معنا. كابتن محمود، طبعا بقالي فتره ليه زيارات متعدده لاهل الشيخ زايد علشان المشاريع القائمه بيتابعها بنفسه وبيتابع كل خطوه فيها بالتفصيل. النهارده جه معانا شاف اول حاجه حمام السباحه، تابع اعمال الحفر اللي تم حمام السباحه. احنا الحمد لله وصلنا لمنسوب التاسيس بالكامل. لو تشرفونا يوم السبت ان شاء الله هيبقى عندنا اول يوم نصب فيه اعمال خرسانه ان شاء الله لحمام السباحه. حمام السباحه مساحته كبيره، في حمام سباحه للمسابقات وفي منطقه اكوا كمان، ودي اضافه جديده لفرع الشيخ زايد. احنا عملناها في فرع التجمع الخامس ولقيت استحسان كتير قوي من اعضاء النادي الاهلي، فكان لازم نضيف هذه الميزه لاعضاء اهلي الشيخ زايد. الجزء الثاني مشروع برضه المهم اللي ان شاء الله يفتحه كلنا نصيب جميعا ونصلي فيه في رمضان باذن الله هو المسجد والمنطقه المحيطه بالمسجد وربط المسجد بالمنطقة المحيطة بيه. كابتن هو دخل وشاف كل التفاصيل، شاف تفاصيل الخشب، شاف تفاصيل النجف اللي ركب، كل خطوة كان بيتابعها بنفسه علشان يطمن. احنا خلاص بنشطب يعتبر في المراحل النهائية لتشطيب المسجد ان شاء الله والساحة الملحقة بيه. عملنا تيرات خارجية بره خارج المسجد للرجال والسيدات، دي برضو إضافة للمسجد وإضافة للمصلين. المشروع الثالث هو مشروع الجيم، خلاص برضو الأجهزة بدأت تتورد، هي مستوردة جاية من الخارج، بدأت تتورد وان شاء الله برضو خلال يعني الفتره الجايه هيبقوا مشروعين نفتحهم، مشروع المسجد ومشروع الجيم. حمام السباحه لسه بادئين فيه 9/12 كان تسليم موقع، مده تنفيذه كانت سنه ان شاء الله. المعدلات سابقينها دلوقتي، اتمنى نفضل مكملين بالمعدل ده، هنفتح قبل الميعاد ان شاء الله باذن الله. احنا حاليا دلوقتي عندنا في فرع مدينه نصر في مدرج كره القدم المكاتب ملحقه بيه وغرف خلع ملابس ملحقه بيه واناره الملعب. يعني احنا هيبقى عندنا ملعب يعني هايل وجميل جدا في اهلي مدينه نصر. كابتن محمود برضو اداني تعليمات ان انا ابدا اشتغل في اجهز رسومات حمام مجمع حمام السباحه تجمع الخامس. ده مجمع كبير اكبر من مجمع الشيخ زايد شويه، اضافه لفرع التجمع الخامس. التجمع الخامس محتاج حمام سباحه، هو يعتبر الفرع الوحيد ما فيهوش حمام سباحه. فالكابتن اداني تعليمات ان انا ابدا اجهز رسومات وابدا استيراد التراخيص. خلاص ادام بدانا كده يبقى الموضوع هيبدا ورا بعضه ويبدا يشتغل باذن الله ان شاء الله. طبعا في الجزء الاخر، طبعا احنا لسه فتحنا الفتره اللي فاتت البوابه وملاعب الكوره، دي كانت اضافه برضه لفرع الشيخ زايد.